الله عنك شيخ، يقول فيه يعني كلام في قضية التصفيق في المدارس يا شيخ، ما أدري يعني القول الصحيح فيها. التصفيق في التصفيق في المدارس للتشجيع للطلاب لا بأس به، لأن ما في دليل على التحريم ولا على الكراهة. بمن؟ لا، ما في تشبه، هذا كل المسلمين يفعلون الآن، كل المسلمين يفعلون هذا. وقد ذكر ما الإمام مالك وابن حجر أيضا نقله عنه في فتح الباري، أن الشيء إذا شاء وانتشر بين المسلمين والكفار فإنه يزول التشبه، لأن التشبه معناه أن تفعل ما يختص بالكفار، فإذا زالت الخصوصية فلم يكن تشبه. أما ما من يفعل على سبيل الله كالذين يصفقون عند الأناشيد فهذا من اللهو الممنوع، وأما ما يفعلونه تعبدا كالصوفية ونحوهم فهذا أشد وأشد، هذا بدعة منكرة ويشبه صلاة المشركين عند البيت الحرام الذي قال الله عنه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديرا. لكن ليس معنى قولنا إنه جائز التصفيق لتشجيع الطلاب أننا نأمرهم أن يفعلوا، لا ما نأمرهم، لكن لا ننهى. نعم.